السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال وبصحة جيدة وفي افضل المتمنيات. وكنتمنى اللي اول مرة كيزور القناة ديالي انه يتابون معايا ويفعل الجرس ليصله كل جديد. اليوم بغيت نشارك معكم بعض النصائح والافكار اللي خص الخياط او الخياطه المحترفه تكون كتميز بهم باش تكون عندها يعني الاتقان في العمل وتكون عندها خدمه متقونه ومتوله كما كنقولوا. يعني كاين الفرق ما بين الخدمه ديال حنا كما كنقولوا الخدمه ديال الدار او الخدمه ديال اليد مع الخدمه اللي سواقيه. هنا كيكون الفرق في الاتقان في العمل. من بين هاد الافكار هذه اللي يعني خصها تكون بالنسبه للخياطه المحترفه او الخياطه المتقنه للعمل ديالها او اللي كتقن العمل ديالها وهو انها ترد البال في المرحله الاولى ان قبل ما تفصل الثوب كما كتشوفوا هذا هو الثوب ان الخياطه قبل ما تفصل الثوب اللي غتبدا تتعلم الخياطه وباغية تعرف يعني الاصول ديال الخياطه فخصها تكون كتعرف بعض يعني بعض الاشياء اللي مرتبطه بالخياطه. من بين هذه الاشياء هذه وهي ان من قبل ما تفصل الثوب ضروري تقلب على الوجه مع الظهر. بعض المرات كيكون عندنا الثوب مزوق بحال هكا فيه رشيمات فهذا كيكون الامر ديالو سهل يعني كيكون الزواقه واضحه وباينه ماشي هي الظهر يعني انتما كتشوفوا يعني الوجه ماشي هو الظهر كيكون الوجه رشمه فيه واضحه وحتى اللون واضح ماشي هو رشمه في الظهر كتكون شويه مغمه ما كتكونش واضحه بمزيان. فهنا هذا ما عندناش فيه المشكل. المشكل فين كنلقاوه بعض المرات حتى هذا ما عندناش فيه مشكل غير انا غادي نعطيكم عليه مثال وهو ان الثوب باش نعرفوا الوجه من الظهر هو ملي كيكون الثوب سامبل ما فيه حتى شي رشمه فكنقلبوا على الجهه الملساء لان الجهه الحرشه هي اللي كتكون في الظهر. وكاين حاله اخرى وهو ان كنشوفوا الحاشيه ديال الثوب ملي كيكون عندنا الثوب الوجه هانتوما كتشوفوا يمكن كيكون التقابي ديال الثوب ديال الماكينه كيكونوا هابطين لتحت يعني كدير هكا كتلقى هاد البلاصه رطبه في حين ملي كدورها للدار هانتوما كتشوفوا كتلقاوها حرشه يعني تعبير ان هذا هو الوجه وهذا هو الدار. هذا الثوب راه باين بان هذا هو الوجه وهذا هو الدار ولو ان بعض المرات ما يمكنكش تفرز بهم هانتوما كتلقاو تقريبا كيتشابهوا لكن باش نقدروا نعرفوا نميزوا ما بين الظهر والوجه وهو بهاد الحاشيه هذه ان كنمشيو ليها مباشره وكنقلبوها كنلقاو كتكون هاد الثقاب اللي كتكون في الجانب يعني ملساء هذاك هو الوجه كانت حرشه كتكون هذاك هو الظهر. هذا بالنسبه يعني الفكره الاولى. بالنسبه للفكره الثانيه وهي اننا منين بغيو نخيطوا الثوب وباش تكون عندنا الخدمه متقونه ومزيانه وما فيهاش يعني شي حاجه ماشي هي هذيك وهي اننا كنقبطوا خصنا ضروري نقلبوا على الخيط اللي غيجينا مع الثوب. كما قلت الفكره الثانيه وهي اننا منين بغيو نخيطوا اي بيجاما او اي لباس ضروري ما نشوفوا الخيط المناسب للثوب. مثلا هذا الثوب خصنا ضروري نشوفوا الخيط اللي منين نخيطوا ما يجيش باين وما يجيش يعني الخدمه ماشي هي هذيك فضروري ما نشوفوا الخيط المناسب او القريب للثوب. ضروري ما يكون الخيط قريب للثوب باش ما كيجيش باش ما كتجيش الخدمه معربيه او ما كتجيش مزيانه كما بغيناها حنايا كيجي داك الشيء ماشي هو داك متقن. في حاله اذا ما كانت عندنا السفيفه او الدونتيل ومثلا عندنا الثوب فكنختاروا باش نخيطوا على الدونتيل باللون ديال الدونتيل وباش نخيطوا الثوب من التحت خصو يكون في اللون ديال الثوب باش كيجي اللون من التحت يعني كيناس يعني قريب للثوب. والخيط اللي غادي نخدموا به على الدونتيل او على السفيفه خصو يكون كيجي مع السفيفه. في حاله الا ما لقيناش الالوان المناسبه فكنضطروا ان كنخدموا بالسبيب. في السبيب فهو كيغنينا على هاد المشاكل ديال الخيط لان بعض المرات كاين اللي كيخيط مثلا اللون هذا في لون والخيط في لون فالخدمه ما كتجيش متقونه وكيكون عدم اتقان في الخياطه. هذه الفكره الثانيه. هناك فكره اخرى هو اننا
ضروري ملي كنخيطوا الثوب، ضروري ملي كنخيطوا اللباس، فكان نحاول دائما اننا فيني وانا خليت هاد الخيوط باش نوريكم اننا دائما فيما نخدمه اننا نفينيو الخدمه ديالنا، لان من الاتقان ان خصنا ضروري ما نفينيو الخدمه ديالنا، ما نخليوش فيها هاد الشيء هذا كله، خصها تفينا هاد الخيوط الزائده اللي كتبقى لنا من بعد ما كنحيدو الثوب من الماكينه، فخصنا ضروري اننا نحيدو ديك الخيوط وديك الاشياء الزائده بحال هكذا. انا خليتهم خصيصا باش نبينهم لكم ان فيما نكملوا الخدمه ديالنا خصنا نحيدو هاد الخيوط الزائده. هذه بالنسبه للفكره الثالثه. الفكره الرابعه هي ان ملي كيكون عندنا الثوب كيتسل يعني كيتمزق، فمن الافضل اننا نديرو له السيرجي، يعني هاد السيرجي هذا هو كيبان لكم ضروري ما نديرو له السيرجي، عاد نخيطو، لان مجرد ما كيتلبس فكيبدا كيتمزق هكذا، يعني كيبقاو يحيدوا منه الخيوطه، فكتولي الخدمه غير متقنه وكيولي الثوب يعني ماشي هو هذاك. فهذه ضروريه بالنسبه للاثواب اللي كتكون كتمزق او كتسل من بعد ما كنفصلوها، كيبدا يبان لنا ديك الخيوط، فمن الافضل اننا ندورو عليها السيرجي عاد نخدمو عليها، وكتكون حتى الخدمه نقيه ما كيبقاش يبقاو نتنيو نتنيو، فكتكون الخدمه هكذا افضل. هذه فكره. الفكره اخرى وهي ان ملي كنفصلوا الثوب لشي سيده، الا ما كناش غنديروا لها نقيسيو عليها الثوب يعني الفصاله اللي فصلنا عليها، وافضل يعني قبل ما نقيسيو ضروري كنزيد واحد السنتيم ديال الخياط، السنتيم على القياس اللي غادي نحطو عليها، في حاله اذا ما جاتها شدك كنلقاو الزياده عندنا باش يمكننا اننا نوسعو باش ما كنطيحوش في المشكل ان الثوب ضيق. هذه وحتى في الخياطه ملي كنجيو نخيطو، بالنسبه هذه فكره ان كنزيد واحد السنتيم دائما على القياس اللي خدينا، باش في حاله اذا ما الى جاتها ضيقه ولا شي حاجه وما جاش القياس، وتقدر ديك الفتره اللي كتفست خيطها انا تقدر تزاد شي شويه في الوزن ولا شي حاجه فكتجيها ضيقه وكتولي اللومه عليك انتينا، فمن الافضل انك تزيدي واحد السنتيم على القياس اللي كتاخدي لها، فمن الافضل تزيدي كيكون احتياطي في حاله اذا ما جاتها ضيقه ولا ما جاتش كيكون عندك المجال فين تنقصي او تزيدي، كيكون ديك الساعات عندك المجال فين تزيدي، كان النقص كيكون الامر سهل وبسيط. فكره اخرى وهي اننا ملي كنجيو نخيطو توب او البيجاما او اي حاجه، فكنخليو دائما سنتيم ولا سنتيم وشي حاجه ديال الخياطه، يعني كنخليوها، لان كما قلت بعض المره كنطيحو في التوب كيتمزق، يعني مجرد ما كتلبس كيتير التوب كيبدا يتمزق، فمن الافضل كنخلي واحد سنتيم ولا سنتيم وشي حاجه في الخياطه هكا باش كيبقى الثوب يعني مامن ما يتسلش وما يتمزكش، يعني كيكون القياس كافينا. وفي حاله اذا ما مثلا بغينا نزيدو حتى في الثوب مستقبلا ولا شي حاجه ديك اللبسه كتعجبنا بغينا نزيدو، فكنلقاو فين نزيدو شي شويه في العرض. هذه فكره. هناك فكره اخرى وهي اننا ملي كنبغيو يعني نديرو للثوب شي دونتيل او شي سفيفه، فدائما دائما نقلبوا على الدونتيل اللي غادي يجي مع ديك اللباس او ديك البيجامه او ديك القندوره، فكنقلبوا دائما على اللون المناسب. مثلا هاد الثوب هذا فيه الوان، يمكن ندخلو فيه، انا دخلت فيه الكرونه، ممكن اننا ندخلو فيه حتى الاسود لان فيه الاسود، يمكننا ندخلو فيه هاد الالوان هادي لا موطارد، هاد الكري، هادو الوان كلها يعني يمكننا ندخلو، فكنبحثو دائما على الالوان اللي موجوده في الثوب هي اللي كناخدو عليها السفيفه او كناخدو عليها الدونتيل، لان ما يمكنناش نجيبو مثلا شي لون اخضر او ازرق ونحطوه على هاد الثوب هذا، فما غاديش يجي وما غاديش يكون يعني ديك التناسق في الالوان، فما بين الاتقان في الخدمه ان يكون عندنا التناسق في ما بين السفيفه والثوب. مثلا هذا الثوب اسود، ممكن ان ندخلو هذا غالب عليه الاسود، فيمكننا ندخلو عليه الاسود، ولكن باش الا ما بغيناش ان الاسود يعني يجي بكثره، فممكن نبحثو على في هاد الوريضات اللي فيه مثلا هذه
نبحثوا على هاد الوريضات اللي فيه، مثلا نقلبوا على سفيفه في لاموطارد او في الغوص. المهم الالوان اللي موجوده في هاد الوريضه هذه يمكننا ناخذ منها اللون اللي نقدروا ناخذ عليه السفيفه او ناخذ عليه الدونتيل. يعني دائما باش يكون عندنا الخدمه متقونه وتكون اللبسه يعني مزيونه وفيها يعني ديك التناسق ديال الالوان، فدائما يعني كنبحثوا على السفيفه ولا على الدونتيل اللي كيجي مع الثوب اللي غادي نخيطه. هادو من بين الافكار او من بين التقنيات اللي خص كل خياط مبتدئ يعتمد عليها باش تكون الخدمه ديالو متقنه وجيده. الى جانب ان مثلا اللي كنبغيو نفصلو البيجامه فضروري ما نديرو لها الروفير، يعني ديك الحاشيه اللي كتكون جهه العنق. البيجامه او القنطوره او اي حاجه بغينا نخيطوها يعني ضروري ما نحاولوا نديروا لها ديك الحاشيه ديك الداخل ديالها باش ما كتكونش الخدمه، يعني باش كيجي العنق او هذا كيجي واقف وكتكون الخدمه مدفونه ما كتكونش باينه وما كيبقاش الثوب كيتسنى من جهه العنق. فضروري بالنسبه للامام اللي كنا غنديروا الطونطيل او غنديروا السفيفه كنا غنعرفوا كيفاش نخدموا عليها، يعني بلا هاد الدوبلور او هاد الروفير. انا كنقول له روفير بصراحه، يعني شي حاجه كتكون في الداخل يعني كان هذا. فضروري ما تكون هاد الطوبل هذا اللي كيكون جهه العنق باش كتجي الخدمه متقونه، لان الخدمه المتقونه خصها تكون يعني فيها شي حوايج اضافيين. الخدمه السواقيه بعض المره ما تلقاوهاش، كنلقاو غير كتستنى عاديه هكا وكتخيط عادي، لكن الخدمه المتقونه هي ان ضروري ما كنديروا هاد الداخل هذا كنخدموا عليه باش ما كتجيش الخدمه مدفونه، ما كيجيش باين هاد الخياطه اللي على جهه العنق وكتكون الخدمه مزيانه. هذه من بين التقنيات حتى هي اللي خاصها تكون بالنسبه للخدمه المتقونه. بالنسبه للخياطه المبتدئه كما قلت لكم انتم كتشوفوا، بالنسبه الى ما كانش السيرجي انتم شتي كيبقى هاد الثوب هكا، هذا راه مازال ما بديش ولكن مع المده كيبقى يخرج هاد الخيوط هادو، فهادو كيعيبوا الخدمه وما كتجيش الخدمه متقونه وكتجي من الداخل في حاله ملي كتقلب اللبسه كتجي باين هاد الشيء هذا، فكيكون شويه ما مزيانش صراحه الله. ماشي ان ملي كدير السيرجي كتحفظ الثوب ما كيبقاش كيتسل. هادو افكار يعني ضروري ما تحتاجها الخياطه المبتدئه او يحتاجها الخياط المبتدئ، لان من خلالهم كتبان الخدمه واش راها متقونه ولا ما متقوناش. بالاضافه الى يعني ان ملي كنخدموا الخدمه ديالنا ضروري ما نحدوها باش كيجي الثوب واقف والخدمه باينه وواضحه. هادو افكار بغيت نشاركهم معكم في خلال الاطار ديال العمل ديال الخياطه. كنتمنى ان شاء الله الى عجبكم هذا الفيديو انكم تابوناو معايا وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، والى لقاء قريب.